وللحديث أكثر عن الواقع الصحي في العراق مع ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بسبب وباء كورونا، ينضم إلينا من العاصمة بغداد الطبيب إبراهيم سليمان. مرحبا بك معنا دكتور إبراهيم. يعني ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات في العراق بحسب الإحصائيات الرسمية إلى 1403 إصابة و78 وفاة، خلية الأزمة تؤكد بأن أعداد الإصابات لا تتراجع، يعني ألا يتنافى ذلك مع ما تصرح به الحكومة؟ مساء الخير أولا لك ولكل مشاهدين قناة الرافدين، ومبروك عليكم الذكرى 17 لتأسيس القناة وانطلاقتها. شكرا لك. نعم أستاذ العزيز، للمعلومة بس أعطيك معلومة جديدة. نعم. ما هذه أول مرة تذاع. الكتات الموجودة اللي جابها السفير الصيني وسلمها لوزارة الصحة العراقية طلعت فاشلة وتعطي نتائج سلبية. نعم. يعني المريض طلع كيرير حامل وتعطي سلبية. هاي نقطة من النقاط اللي موجودة. نقطة أخرى، التبرعات اللي جتي وزارة الصحة تريدها مادياً. الأطباء لحوا احنا من نعمل تنطون التبرعات الى منظمة ممثل منظمة الصحة العالمية في بغداد حتى هي تشرب على الشرعات، لان المعلومة الطبية الاخرى الأطباء ما يردوا لا راتب ولا دنيا، بس يشترون الكمامات والكلوب الجفوف في الدنيا من جيوبهم الخاصة. يعني انت تتصور وزارة الصحة ما عندها كمامات؟ نعم. يعني باكيت الكمامات في هذا محمل بابل في إنتاج الكمامات من 2 دولار إلى 17 دولار. يعني الأطباء بدأوا يشترون من يجيبهم الخاصة دي حافظون على نفسهم. هاي اثنين. للمعلومة يعني هاي مع وكالة رويتر وسحب التخويم مالتها من 3 أشهر. وكالة رويتر معروفة بالعالم كله، وكالة مشهورة لها يعني كل شغلاتها توثيقية، يعني مو مثل بقية الوكالات. نعم. مسؤولة من تقول لك الرقم أكثر من هذا الرقم. نعم. هسه ارجع أنت، وزارة الصحة العراقية والناطق باسم وزارة الصحة العراقية يقول 42 ألف نموذج، سوري 46 ألف نموذج و221 إلى الآن احنا ساحبين. هاي شنو زي مجموع 40 مليون 46 ألف، يعني شد الإصابات موجودة. هذا الرقم اللي تعلنه وخلية الأزمة افتهمت عليه. نعم. وهسه كل يوم يريدون يسوون فد شيء، فممثل نعم ممثل اللجنة الدولية ممثل منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية. نعم. ترى من تفتحوا هم جاي يفتحوا ليش؟ لأن إيران تريد تسوي زيارات. مو حبا بفتح هذا، يعني الناس جاءت نعم بس. نعم. الجوع تتحمل الجوع بس لا يجينا احنا كل العراقيين هسه نريد هذا البوري مال الاخياس اللي يجينا من ايران. سدوا حبيبي خلف الله عليكم، احنا نسيطر على المرض، عندنا اطباء ترى مشهود لهم بالكفاءه وعندنا استاف طب بده يشتغل ويشتغل. نعم. بالحد الادنى من الامكانيات المتوفره اليه. نعم دكتور، يعني انت تريد ان تقول بان المشكله هي في الحكومه وعدم يعني تخطيطها وعدم التزامها بالتقليل من هذه الإصابات. نعم نعم بالتأكيد، تأييد كلامك تأييد كلامك. اليوم وزير الصحة البارحة يحكي على أطباء بالقناة التلفزيونية، افتهمت عليه؟ نعم. يعني أطباء الناس هسا تقف وياهم، كل الناس تحيي الأطباء، وهذا وزير يحكي على أطباء. واليوم شوف الغباء، اليوم رايح على رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الجمهورية ويطلب من عنده المساعدة لأن ما عنده إمكانيات. نعم. دكتور إبراهيم، يعني في ظل عدم وجود شفافية فيما يخص يعني أعداد المصابين، يعني مثل ما تفضلت. نعم. لو انحصر الدور. نعم. فقط على الكادر الطبي وبالإمكانيات القليلة جدا في العراق. نعم. وفي ظل يعني شبه يعني تعمد الحكومة لإهمال هذا الأمر الخطير، برأيك كيف سيكون الوضع خلال الأيام القادمة في العراق من الناحية الطبية؟ سيد العزيز أنطيك رسالة. نعم. أكو مناطق إلى الآن ما قدرت توصلها وزارة الصحة بالعراق وفي شرق بغداد للمعلومة. نعم.
اكو اصابات كثيره والسايلنت يعني الاصابات المختفيه اللي ما تنطي اعراض، واكو ناس تستحي يقول لك هذا مثل الجرب قبل تعمد عليه يبقى ببيته يحجر بنفسه ما يجي. نعم. يعني كل العالم هسه سووا فرق تطوعيه مثل اللقاحات، المفروض يزورون المناطق مدى يقدرون، ما عنده امكانيه كتات. انت يا سيدي العزيز انت سامع وزاره ما عندها كتات للبحث مال النموذج؟ هاي شنو؟ نعم. يعني منظمه الصحه العالميه وسفير الصيني جاب لهم كم كت يمشون نفسهم. يا اخي كل شيء ماكو، كل شيء ماكو. عديله استوردت، عديله تستورد تكرم شحاطات مال عمليات ب 27 دولار اتهمت عليه. مو هي هي التراكم من الاحتلال لي هسه، التراكم اللي صار في وزاره الصحه دمرت وزاره الصحه. يعني يعني نحن مقبلون على زيادة في الإصابات لا سامح الله دكتور؟ نعم 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 نعم. وشوف نعم. هسه يوميا يطلعون شوية، كل أسبوع تمديد أسبوع، كل أسبوع تمديد أسبوع، وأنا أعطيك سر هسه فهمت على التمديد لنهاية رمضان. نعم. إلى تقريبا 5/5 إلى 15/5 ويبقى يمدد. نعم. وهذا ترى الأرقام المعلنة هذه ربع من الحقيقي. نعم. دكتور إبراهيم سليمان الطبيب العراقي كان معنا من العاصمة بغداد، شكرا جزيلا لك.